الريسي يا سيدات المسافر يا المتابعون الكرام was not really nice start for the horses. أنا عودي للمركز الأول يا المتابعون الكرام في هذا الشوط المثير الحقيقة مع الأخوة في التحليل. نشوف معنا المركز الأول ثر الانتاج المحلي جوت الجنش انطلاق موفق لمحمد عبد الله عبد الملك ينطلق الآن مع البلاك أب ووركينج على المركز الأول ستيفان لجاج يأتينا في الصدارة بينما المركز الثاني نشاهد رودينا على المركز الثاني بهذه الآونة لخليفة الكواري بينما في المركز الثالث نشاهد محمد عبد الملك أيضا معنا هام سلالة جيفوني إدواردو بتروسا بالريد كاب. نعود إلى الصدارة والمركز الأول يأتينا في الصدارة الجواد اللي هو ووركينج على المركز الأول شوط الجينيس للخيل المهجنة اللوكل ثيربريد انطلاق موفق لمحمد عبد الملك خليفة الكواري فعلا أيها المتابعون الكرام مع مكابد ولا اللي هو رودينا جي بي جونجير ينطلق على المركز الأول في هذه الآونة عند الثير سر من رأي على المركز الثالث بينما محمد عبد الملك أيضا مع شعار آخر بينما المحاولة مع رودينا في هذه الآونة محمد عبد الملك أيضا ينطلق بكل قوة فعلا أيها المتابعون الكرام على المركز الأول وشارلي والمحاولة قوية بينما نهام على المركز الأول والمركز الثاني سلم الأوفيشال ريزولت هنا أيها المتابعون الكرام المركز الأول نهاب لأحمد عبد محمد عبد الله عبد الملك وإبراهيم المالكي وإدواردو بيدروزا المركز الثاني من نصيب الجواد سر من رأي لفيصل حمد الثاني وجيمبي جي بي كوين وتدريب إبراهيم المالكي المركز الثالث من نصيب الجواد رقم 9 للجريان للطامة مع توماس لوكاسكوار رمزاني بإنتاج بوفيتال المركز الرابع ذهب لصالح جواد قاطع لمربط إنجاز وهاري بنتلي وجاسم الغزالي بينما خامسا من نصيب الجواد رقم 11 لخليفة مشعل الكواري وردينا وجاسم الغزالي وجون بيير غامبر ألف مبروك الفائزين بجنس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي الخيال إدواردو الفائز بهذا الشوط ولدن ويتفضل السيد المدرب إبراهيم المالكي ليتسلم كأس جنس للخيل المهجنة الأصيلة ويتسلم كأس جنس للخيل المهجنة الأصيلة الشيخ حمد بن فيصل بن جاسم الثاني ألف مبروك الفوز صورة جميلة وتذكارية للفائزين بجنس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مع سعادة السفير الأرجنتيني بدولة قطر كارلوس غينوديز والخيل والخيال الفائز نهاب وإدواردو ألف مبروك الفوز مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم لنتابع تطورات وأحداث سباق وأمسية اليوم